بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا عدوان إلا على الظالمين. صدق الله العظيم. لليوم 25 يشهد العالم ما يجري في فلسطين المحتلة وما يتعلم له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية والدمار الشامل والحصار الخانق. كل ذلك أمام مرأى ومسمع العالم وبدعم أمريكي غربي لا محدود للكيان المجرم. ثم ما يناديه قطاع غزة من ضعف النظام الرسمي العربي وتواطؤ البعض مع العدو الإسرائيلي. وأمام كل ذلك كان لا بد للشعوب العربية والإسلامية أن تقول كلمتها وأن تنتصر لغزة ولأطفالها ونسائها. ونحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصارا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز. وعليه وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين، وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، وتؤكد أن موقف شعبنا اليمني العزيز تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي، وأن الشعب الفلسطيني وأن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في الدفاع عن النفس ونيل حقوقه المشروعة كاملة، وأن ما يزعزع المنطقة ويوسع من دائرة الصراع واستمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أهالي قطاع غزة وكل فلسطين المحتلة. وما النصر إلا من عند الله. صدق الله العظيم. الثلاثاء 16 من ربيع الثاني 1445 للهجرة، الموافق 31 من أكتوبر 2023، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.